شيف اهلا وسهلا، احوالك؟ مساء الجمال على الجمال. شيف احمد المغازي، اسمك حلو على فكره. الله يبارك لك، اشكرك. واكل حلو كمان، كلك على بعضك حلو. الله الله، قول لنا يا شيف عامل لنا ايه النهارده بقى؟ المفاجاه بنتجول داخل المطابخ، وخاصه المطابخ العربيه اللي هي حلوه على قلبي. بما اننا قضيت وقت كبير من عمري في الخليج، فبنعمل الاكل العربي السعودي الخليجي بالتكنيك الصح وعلى اصوله يعني. هنعمل النهارده مع بعض الكبسه باللحمه والخضار، بنرضي كل الاذواق، اللي بيحب اللحم الضاني واللي بيحب الخضار. الناس الفيجيتيريان لما بتلاقي الخضار مستوي مع الرز مع المرق بتاع اللحم، اللذاذه في الطعم خطيره جدا. هنعمل كمان مع بعض شوربه العدس بالطشه على الطريقه المصريه، وبنعمل مع بعض السمبوسه بالجبنه، ونشوف سر السمبوسه عشان ما تفتحش منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. معانا المفاجاه كمان النهارده، اوعى وشك، الفراوله وبتوع الفراوله واللي بيحبوا الفراوله، هنعمل كنافه بالكريمه والفراوله. هنعمل طبعا سلطه حاره شقيه مع الكبسه عشان ناكل الكبسه كلها مع بعض. نطلع بالمقادير يا استاذ احمد حبيبنا. استاذ احمد السيد، كنت هقول لك يلا بالمقادير. يا نعم، كنت هقول لك اطلع لنا بقى. نطلع بالمقادير، كبسه باللحمه والخضار، المقادير على الشاشه والصوره تتحدث عن نفسها. معانا لحم ضاني 2 كيلو، معانا خضار من خير بلدنا، جزر وبطاطس وخيار وكوسه مع بصل وتوم مع الجنزبيل الطازه، الخضره مهمه جدا، وما ننساش البهارات العربيه، اللومي والجنزبيل، ورق لورا والقرفه والحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار، الجنزبيل والقرفه الخشنه طبعا اللي هي الدارسين بيسموها في الخليج، ما ننساش الملح والفلفل والقرن الفلفل الحار للكبسه. معانا كمان مع بعض شوربه العدس بالطشه المصريه. شوربه العدس وسرها النهارده مع الشيف المغازي، معانا عدس وبصل وتوم، ما ننساش الجزر والكمون للون الكهرماني، وللتقديم خبز محمص اهم أو حاجه يا شيف النهارده، شوربه يعني العدس في الجو اللي احنا فيه ده، وخاصه لما نعملها من المطبخ المصري، بما ان العدس مذكور في القران الكريم فلازم النهارده نتجود في عمايلها ونعملها على اصول. بتعمل ايه بقى؟ بتدي طاقه فعلا طبعا شوربه العدس قويه جدا. هنشوف مع بعض كمان، نشوف مقادير السمبوسه بالجبنه. سمبوسه بالجبنه وسرها مع الشيف المغازي، ازاي ما تفرطش منك في قلب الزيت ولا تفتح. معانا جبنه نوعين، جبنه قريش فلاحي، جبنه موزاريلا، الاثنين مع بعض بيشاركوا في السمبوسه، وما ننساش بقدونس ناعم وزيت للاليه وهي خارجه طبعا، هنرش معاها شويه بهارات حلوين، قرفه ناعمه او فلفل اسود. ما ننساش طبعا الكنافه بتاعتنا بالكريمه والفراوله اللي بتوع الفراوله، معانا كنافه طازه زي الفل جبناها من حبيبنا، معانا سمنه بلدي سر الكنافه، معلقتين من ميه الزهر للشربات، مع 2 كوب سكر، ما ننساش فستق وحليب ونشا عشان نعمل الكريمه، والفراوله للتقديم على الوش في حاله التقديم. الله يا شيخ، شفنا المقادير كلها مع بعض، ابتديت اجوع. طبعا هو لازم الاول ان احنا ايه نخلي الاول نعمل شوق للمطبخ يا نحمي عشان ندخل على المطبخ على طول. يا ليلى ماشي، انا جاهزه اهو، جاهزه اهو. مين هيقف معايا النهارده نختم الحلقه معايا؟ انا. ايوه ده في حاجزه من بدري. انا من بدري من الاول بتقول لي بص انا اللي واقفه معاك في الاخر، بيتساوى. على فكره يا استاذ احمد خرجنا الجميل، انا هختار بعد كده اللي يقف معايا ننهي الحلقه. لا والله، هو انت على ذوقي ده، مزاجي انا، مزاجي كده. هو انت اللي احب اكله من الاكل النهارده. طيب هنعمل الكبسه مع بعض، هنبدا لها تكنيك في عمايلها. قبل ما اشتغل في الكبسه علشان الساده المشاهدين على صفحتنا طبعا النص الحلو من خلال التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عايزين يعرفوا طرق عمايل الاكل، فانا بقدر الامكان وبمساعده الاستاذنا المخرج هنشوف الكبسه نعملها ازاي. كل اكله من الاكلات اللي بعملها لها سر ولها تكنيك في عمايلها. بما ان احنا بنحب الشعب السعودي الاصيل، الشعب العربي، فبنروح نعمل عمره، بنعمل حج، ربنا بيكرمنا، بنيجي حاملين الهدايا في الشنط، واحلى هديه بنحملها ازاي نعمل كبسه برياني مندي من المطبخ السعودي. هنعمل الكبسه النهارده، اهم حاجه التوابل الصحيحه اللي هي اللومي. التوابل دي من غير الكبسه ما بتبقاش كبسه. لومي، جنزبيل، ورق لورا، قرنفل اللي هو يسموه في السعوديه الدارسين، لا سوري المسمار، القرنفل اللي هو المسمار، الحبهان اللي هو الهيل، اللي هو الليمون الناشف، الليمون المجفف الناشف، برافو عليك يا نهى. ده بيسموه عند العطار اللومي او الليمون المجفف. في منه الابيض في البحرين وفي منه اسود هنا. القرفه الخشب اللي هي الدارسين يسموها في الخليج. الحبهان اللي هو الهيل اسمه حبهان، هو سليم اللي هو الصغنن بتاعنا ده. لما ينطحن يبقى هيل ناعم اللي بيستخدم في القهوه العربي. القرنفل اللي هو المسمار نسميه ده جميل جدا، حتى في علاج تسوس الاسنان وتسكين الاسنان بيعالجوه. معانا الجنزبيل الفريش او الطازه لاستخدام الكبسه، ده مهم جدا لان بيدي طعم وسبايس لطبق الكبسه. طبعا ما ننساش عايزاها بيضه او حمراء، استخدامك للطماطم او الصلصه في عمل الكبسه. حبيت الخضار النهارده اعملها على طريقه الشيف المغازي،
الخضار للي مش عايز ياكل لحمه زي استاذنا المخرج، عايز ياكلها بالخضار بس ياخد طعمه اللحمه، طماع هو يضرب عصفورين بحجر، طعمه اللحمه تضاني الشوربه مع الخضار بتدي طعم جميل جدا. هنبدا نشتغل فيها على ما نشوف النص الحلو هيقدم لنا ايه. حلو الكلام؟ قولوا حلو الكلام. حلو الكلام. انا مبسوطه اصلا من نشتغل مع بعض. نعم يا رشا، البهارات اليوم رائعه. البهارات دي سر الكبسه. انا نسيت مسي عليك، سوري، بس انت بالقلب انت بتعرف. لا مفيش مشكله، اشكرك كلك ذوق. فاحنا خلاص اليوم موعودين باكل ملان بهارات. نبدا نشتغل مع بعض.